ورد هذا المعنى الذي هو في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ورد هذا المعنى في حديث بعض الصحابة الآخرين كحذيفة وكعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. وزاد ابن عمر: وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يحفظون حروفه ولا يحفظون حدوده، يشربونه شرب الماء. واحد يبقى حافظ القرآن من الجلد للجلد، يشربه زي الماء، ويبقى عارف مواضع الآيات وعارف أرقام الآيات، تسأله عن الآية يقول لك دي موجودة في سورة كذا ورقم كذا، هل لها نظائر؟ يقول لك نظائرها في السورة الفلانية والفلانية والفلانية، خلاص. وبعض الناس يحفظون عدد كلمات السور وعدد الحروف، وقد أولع بهذا بعض المفسرين كالخازن مثلا، فالخازن حريص على ذكر عدد كلمات السور وعدد حروف السور كمان. فيقول: يشربونه شرب الماء، يحفظون حروفه، يعرف مخرج الضاد منين ومخرج الحاء منين، واللي يجي يطلع من سقف الحنك والشفتين واللهاء واللي يجي من جوه خالص عارف، ويميز بين الحروف، وممكن يتقعر معاك وطلع قرايتك كلها غلط رغم انك انت بتقرا قراءه سليمه سديده مثلا، لا يطلعها كلها غلط، وفي الاخر تبص تلاقي مثلا ايه راجل بقى بيشرب سجاير وبيشرب جوزه وبتاع، بعد ما نخلص الحدوته دي يقعد بقى ايه بعد الكتاب يعمل ايه رصه البتاع. وقد راينا بعض هؤلاء يعني في مطلع حياتنا ونحن يعني غلمان صغار، قد راينا بعض هؤلاء، بل راينا بعض هؤلاء من كان يستخدم القران اداه لاضحاك الناس في الوقت الذي يحفظ حروفه ولكن لا يحفظ حدوده. الفرق بين الجيل الصحابه الاوائل وبين من اتى بعدهم هو ده كلام عبد الله بن عمر: كان الصحابه يحفظون حدود القران. وثابت عن عمر رضي الله عنه انه ظل 10 سنين يحفظ سوره البقر. وطبعا عمر بن الخطاب ده يعني العرب كانوا مشهورين بالحفظ، كانوا مشهورين بالحفظ، حتى ان الواحد منهم كان يسمع مثلا، ده كان مش ايام الصحابه، ده بعد كده بكتير، كان يسمع القصيده التي تتجاوز 100 بيت مره واحده فتنقش على صفحه قلبه، بعد ما يخلص قول جهاز تسجيل يجيبها زي ما هي. العرب كانوا مشهورين بذلك. فما الذي عطل عمر رضي الله عنه هذه السنوات في حفظ سوره البقره؟ الوقوف على حدود السوره. ولذلك صح عن ابي عبد الرحمن السلمي انه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران انهم كانوا يتعلمون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يتعلمونها ويعملون بها، فإذا جاوزوا ذلك أخذوا 10 آيات التي بعدها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لما ترى بقى ما وقع في عباد البصرة على وجه الخصوص وما وقع في عباد الكوفة والكلام ده من التأله ورقة القلب والصعق عندما يسمعون القرآن الكريم، لا ترى لهذا أثرا في الصحابة، وكانوا أخشع لله من كل من جاء بعدهم، إنما يسمع القرآن جلده ينمل، جلده ينمل وقلبه ينمل وبعدين ينبسط. ده اللي كان الصحابة بيعملوه لما يسمعون آية القرآن، يصل عندهم نوع من رقة في القلب. عشان كده عائشة لما بلغها بعض الذين يصعقون قالت: إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه عقول الرجال.
ده القرآن ده جاء عشان يصحيك ويحييك، تسمعه يغمى عليك ازاي؟ الكلام ده كانش موجود في الصحابة ابدا، وكانوا اكثر ايمانا، فاهمين المسألة، تعلموا يسمع الآية ينفذها. الصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الواحد منهم الآية كان ينقلب إلى امرأته يقرأ عليها آيات الله، ولا نزل من الواحد اليوم كذا وكذا. فإذا منهج الصحابة، ما الذي أعانهم على ذلك؟ ما كانوش مستعجلين يعني، يسمع الآية يقعد وراها لحد ما ينفذها، أنهم تعلموا الإيمان أولاً.